أجل الكرامة، أجل الحرية، أجل الترقية الاستثنائية. قولا لا ثم لا، والامتحان الإهانة. جميع الاكاديميات في المغرب ديالها وقفه في هذه اللقيطه، وجا تزامنا مع الامتحان الاهاني. كنعتبروا حنا اهاني، شكون حنا؟ حنا هما اساتذه السلم التاسع، زنزانه 10 خريجين السلم التاسع، اللي كنطالبوا بحقنا الانتقال للدرجه الاولى، اسوه برفقائنا اللي تخرجوا بالسلم العاشر، غيدوزوا 14 سنه وغادي ينتقلوا السلم 11. بخلاف حنا كاين اللي قاعد فينا 27 سنه وما غير التحقش بهذا السلم، بسلم 11. حنا كنطالبوا بحقنا بترقية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري لكل من استوفى 14 سنة في سلم 10. هذا المطلب هذا ثلاث سنين حنا كنطالبوا به، وقدمنا به سؤال في البرلمان وكنتسناو نتجاوبوا عليه. وحنا اليوم قاطعنا امتحان الإهاني أنه كيجرى اليوم في المغرب كامل ديال الأساتذة اللي بينتقلوا لسلم 11. حنا تنقاطعوا هذا الامتحان هذا، وحنا ضدوا لأنه الكوطة ديالو قليلة 13% ما كتهز حتى واحد، وحتى نسبة وتنقاطعوا حتى الخصية لأنه فيه نسبة كبيرة. يعني كنحاولوا أننا نوصلوا صوتنا للوزير باش يسمع هذا الصوت، انه كنطالبوا بحقنا باثر رجعي مادي واداري لكل من استوفى 14 سنه في السلم العاشر. وحنا راه ماضيين في مسيرتنا بنضالات ووقفات واضرابات واعتصامات كما كنسكوها في الرباط امام البرلمان وامام الوزاره، والان كما كتشوفوا انتم حنا واقفين كتاب اكاديميه جهه اسفي مراكش اسفي. حنا اليوم كنحتجوا على الامتحان الاهاني، الامتحان الاهاني كنسموه الاهاني، الامتحان المهني اللي هو كيعتبروه كفاءه فاعل، اي كفاءه يتكلمون. استاذ امضى اكثر من 20 سنه في سلم العاشر، استاذ تعرض لمراسيم انه كان ضحيه للمراسيم، مراسيم اللي جعلته انه كيترقى طول المسار تاعته هي واحده يتيمه. حنا كنطالبوا الان، جينا كنحتجوا على الامتحان لانه لا غير انصاف، لا ينصفنا الامتحان، لا ينصفنا الامتحان، ظلم لنا اكثر من هو انصاف. حنا نحتجوا الان، نطالبوا بترقيه استثنائيه لجميع خريجي السلم التاسع بعد التماطل والتسويف الذي لاحظناه من الوزاره. نقولها الان، نحن اساتذه الزنزانة 10، نحن الفئه التي عمم بها التعليم في المناطق النائيه، نحن الفئه الافواج التي مرت من فيافي، امضت ريعان شبابها في الفيافي في الصحاري، الان تطالبكم بالانصاف، تطالبكم بمنحها اقل ما هو الضرر. تقول لكم هل سجنتونا في الزنزانة 10 لمدة طويلة وتريد أن تدفنوننا في الزنزانة؟ أي إنصاف هذا؟ كيف ستكون المسيرة؟ كيف سأمضي وقت العمل؟ كيف سأخاطب تلامذتي وأنا أطالبهم بالإنصاف وبالعدل، وأنا مظلومة بين زنزانة فقدت مفتاحها بين ظلم وحيف الوزارة؟ جئنا اليوم لنحتج على هذا. ضرب النظام نحن عليه.